أهلا وسهلا بيكم مرة تانية، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض سالمون ملفوف بالباف بيستري. هتلاقوا المقادير والوصفة كلها في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو. يلا بينا نبتدي. دي المكونات اللي هنحتاجها: أول حاجة هنعصر السبانخ كويس عشان نصفيها من أي مية موجودة فيها. بعد كده هنقطع الجبنة لحتت أصغر ونحطها على السبانخ. لازم نكون مطلعين الجبنة من التلاجة قبلها بفترة عشان تكون واخدة درجة حرارة الغرفة. بعدين هنضيف التوابل والبصل والثوم وعصير الليمون والشبت المتقطع. بعد كده هنخلطهم كلهم مع بعض لحد ما يبقوا زي الكريمة. هنفرد ورقة الباف بيستري في الصينية اللي هتدخل الفرن ونحط عليها نص كمية الجبنة ونحاول نخليها في النص، وبعدين هنفرد عليها قطعة السالمون ونغطيها بباقي كمية الجبنة. نحاول نظبط السالمون انه يكون في نص العجينة ونلف عجينة الباف بيستري حوالين السالمون من ناحيتين. نخلي بالنا علشان العجينة ما تتقطعش معانا. ممكن نقفل الأطراف كويس بالشوكة بالطريقة دي. وندهنهم ببيضة نكون محضرينها من قبل كده، مجرد ان احنا بنضربها ونحط عليها ملح وفلفل. وبعدين نتني الأطراف كويس من ناحيتين ونقلب الباف بيستري على الناحية التانية. بعد كده بالسكينة هنعمل خطوط بالورد بالطريقة دي. وآخر حاجة هندهن وشها بالبيض علشان تحمر كويس في الفرن. بعد كده نسخن الفرن على درجة حرارة 400 فهرنهايت ونسيبها تستوي من 30 ل 35 دقيقة. ده بيكون شكلها أول ما بتطلع من الفرن. وبالهنا والشفا. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو انتوا جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا، واشوفكم المرة الجاية على خير.